رحت أزور صديقي في أم الهيمان، لقينا الناس بيصلوا في الشارع. الحجية قالت شنو البلد هذا؟ البلد لن يضيعه الله أبدا، وأنا لسه جاي جديد، لا أعرف حد ولا أعرف لا كويتي ولا أعرف حد. اسمي شبل عبد الجليل سيد عويس، أعمل إمام وخطيب بمسجد الأحمدي الكبير ما يقرب من سنة 1981. هذه مئذنة وهذه مئذنة اللي بنوه الباكستانيين، مبنى قديم، مبنى عادي، حتى المسجد عادي ما فيه لا قبة ولا شيء، المسجد عادي جدا. هذا من أساس المسجد وعلى النظام القديم. قلت ابني كان محطوط عليها مساح الأول، فلما جم قالوا نرجعه لصورته الأصلية فشالوا المساح ورجعوا الطابوق إلى حالته الأولى. هذه الأبواب أثرية ابن خشب، ما هو موجود الآن. شوف الكاشي هذا قديم جدا، والمنبر قديم، منبر أقول لك من الخشب ما هو موجود حاليا. الناس اللي يعرفوا النجارين وكذا يقولوا هذا الخشب ما هو موجود حاليا. أحضر صلاة الفجر كل يوم، ثم أجلس بعد صلاة الفجر أقرأ قرآن ساعة، ثم أخرج أمشي ساعة، ثم أرجع إلى البيت. وبعض الناس أحياناً، بعض الشباب الجيل الجديد يحضر معي بعد المغرب فأحكي درس. يعني في أحد الشباب يأتيني كل يوم جمعة وكل يوم سبت ويسجل لي الدرس، سجل لي أكثر من 700 شريط. ما عاوز مدير مدرسة ولا ناظر مدرسة، أنا أريد أن أكون في بيت الله وأسأل الله أن ألقى الله وأنا في شرف أعظم من هذا. فقلت له يا ابني أنا بشتغل عند ربنا، أنا بشتغل في بيت الله. الكتب باكستان. إن فضله كان عليك كبيرا. من يوم ما جيت الأحمدي الحمد لله، والناس علاقتي بهم من أحسن ما يكون، لقد استبدلت بهم أهلا خيرا من أهل. من الثمانينات كانت الناس من الديرة يأتون الأحمدي، كما تقولون يأتون كشتة إلى الأحمد. كان السوق عامر وكانت الأحمدي عامرة. استلمت هذا البيت من إمام مصري، استلمت على هذا الوضع وما زال على هذا الوضع. ربما بني المسجد في 51 في عهد الشيخ عبد الله السالم. في البيوت هذه ابني أعتقد أنها بنيت مع المسجد في 51. فيقول المسجد الحين صاروا أهل المنطقة ما يقولوا مسجد الأحمد، يقولوا لا مسجد شبل، وانت رايح صلي رايح أصلي في مسجد شبل. فقال المسجد أخذ يعني، وقلت هذا شرف لي وهذا يعني من أخلاق أهل الكويت. شجرة اللي عندي في البيت هذه استلمت البيت 42 سنة وجدتها موجودة وكبيرة وتثمر كل عام. ابني شوف هذا البيت أنا استلمته 42 سنة. أمامك البيت، شوف الغرفة هذه، لا تشقق لا تصدع لا خرير. الناس اللي بنوا هذا البيت وبنوا المسجد أخلصوا في عملهم لله. إذن نحن في حاجة إلى أن كل إنسان منا يخلص في عمل. طابوق جايبينه من البصرة زمان، مسجد مبني بهذا الطابوق، يمتص الرطوبة ويمتص الحرارة. الكويت أعطوني حقي وأكثر مما أستحق، فأردت أن أرد الجميل والمعروف، أن أقدم، أن أعلم الناس.